رجعنا اكيد بنتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان، والاخبار الرياضيه واهم الاخبار في السوحه الرياضيه والخضراء. داخل الاستوديو معنا الزميل هشام عز الدين في الملف الرياضي. صباح الخير عليك. صباح الخير لينا، صباح الخير معتصم. صباح الخير هشام، وسعيد جدا انه اكون الليله في الفقره الرياضيه. اهلا ومرحبا. وتحديدا انا ومحتصم عندنا ذكريات كبيره جدا في الغنائم مع مهتمين جدا بالتفاصيل الرياضيه. لو ذكريات يعني ذكريات كبيره جدا. كبيره وعظيمه والله. انت طبعا صغيره. طيب نستصحب منها شويه في مواضيعنا يعني. انا نعم هتجي قدام ما احنا نتكلم فيها، خاصه هشام واحد من الناس الرياضيين المتابعين للاحداث داخليا وخارجيا وفي العمل العام، يعني العمل الاداري. وهشام اشتغل في العمل الاداري كثير، ونحن دائما بنتكلم عن انه مشاكلنا في الرياضه هشام. الإدارة أحيانا بتلعب أدوار كبيرة وعظيمة في العمل. بكل تأكيد العمل الإداري الرياضي بيكون له اهتمام كبير جدا، وله يعني مهم جدا إنه في تطوير العملية الرياضية. إذا تطورت الإدارة الرياضية بكل تأكيد الرياضة السودان تتقدم وتتطور. نعم. لكن ده الآن حادث أم لا؟ ده طبعا فيه خلافة وفيه كلام. نعم. من الاخبار الرياضيه لليوم كده، اللجنه المنظمه تفصل في احداث القمه اليوم واللي انتهت بفوز المريخ بهدفين لهدف، ما هو المتوقع من الاجتماع؟ تمام. في البدايه طبعا قبل احنا نشوف المتوقع وما المتوقع، ليه تحصل احداث زي دي؟ الاحداث كانت احداث غير جيده، بتدي انطباع غير جيد عن كره القدم السودانيه، بتدي انطباع عن انه يا اخي احنا لسه ممكن نكون في سنه اولى تنظيم مباريات. طبعا انتم عارفين انه الكوره دي بقت عباره عن عمليه منظمه، ما فيها حاجه للصدفه، ما فيها يعني الحاجات اللي احنا بنسمع بها في الكوره. يعني للاسف في العالم ده كله يا معتصم ويا ليلى ما بنسمع نحن بنتيجه مباراه مثلا بتتحسم، يعني نادرا نادرا جدا تتحسب في المكاتب. لكن احنا في السودان قبال ما يعلموا الزول انه يا اخي كيف يقدر يعمل باص او يستلم الكوره في لسه في يكون عمره 6 سنة وكده، بنعلم انه كيف يقدر يعمل الشكوى في الروهابيط في الدورات المدرسيه. بيكون في ناس متخصصين كده بيقول لك يا اخي في الشكاوي، يقول لك ده زول خبير جدا. ما خبير في تطوير الكوره، لكن خبير في شكاوي. انه بيقدر يعمل شكاوي، يتابعوا المباريات، يكتبوا الانذارات، يكتبوا الانذارات وما تعرف ده سجل في فريق النيل قبال كده، ما عارف ده عمره اكبر، ده عنده بطاقتين في المدرسه. فبالتالي دي يعني شنو خلتني انه يا اخي احنا دائما بعد الكوره تنتهي يقول لك يا اخي ما في شكوى. نعم طوالي يعني كده في العالم كله مباراه بتنتهي في 90 دقيقه، الا نحن عندنا هنا دائما نحن بننتظر قرارات اللجنه المنظمه، وبكون حافظين اعضاء اللجنه المنظمه ولجنه الاستئنافات العليا وغيرها وغيرها وغيرها. وهذا ذكر يعني شيء ما ايجابي في العمليه الرياضيه وعمليه كره القدم تحديدا. الان الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الافريقي وكده كلهم ماشيين في اتجاه انه المباراة تحسم خلال 90 دقيقة، ما عدا انه يكون مثلا في ظروف قاهرة، ظروف طبيعية ممكن تكون غير ملائمة، فبالتالي المباراة ممكن تحسم بعد ذاك اداريا. نعم دي مشكلة حقيقية، دي مشكلة. يلا نجي نرجع نقول انه هذه الاحداث طبعا كلنا احنا بندينا القرار بتوقف، قرار لجنة منظمة حسب القوانين واللوائح حسب المتابعات بيتوقف طبعا على تغرير حكم المباراه وتغرير المراقب. نعم. حسب المتابعات في كل يعني ممكن اكاد اجزم انه هذه المباراه لن تعاد بشكلها الكامل 90 دقيقه لن تعاد. التغرير اذا حفي حالتين، اذا كان الحكم السمو قال انه جمهور الهلال هو الذي تسبب في الاحداث فبالتالي القانون واضح، تنتهي المباراه بنتيجه 2-0، وبعد ذلك بيكون في عقوبات اخرى اضافيه مثلا حرمان من الدخل، حرمان من الجمهور او كده. في حاله قال انه لا، انه هذا في سبب مؤثر خارجي فبالتالي يمكن ان الفتره حقت الايغاف ال 12 دقيقه او غيره يتم اكماله، وفي الغالب انها تكون من غير جمهور. نعم. بس في نقطه مهمه، اذا نحن خلاص ارتضينا انه يا اخي المباراة تحسم عن طريق اللجنة المنظمة أو كده، فبالتالي كانت تكون أسرع من كده. نعم. لأنه الليلة المريخ لاعب مباراة، فبالتالي قدر ما نحن نقدر يعني نحسم هذه الأمور بشكل بالضبط يعني أيوه نحسمها بشكل سريع عشان ما يكون في
شد وجذب وتاثيرات. ايوه لكن بس ابتهز الفرصه انه اشيد بالسموال كان قدم مباراه ممتازه يعني. يعني يمكن معظم الناس اللي كانوا معانا في الصباح او بزمن الرياض كانوا يتكلموا عن الحكم ودار المباراه بصوره ايوه بشكل ممتاز. رغم انه في اتهامات برا عليه يعني انه نعم. هو سبب انه الحكم هو اللي ادى له يمكن دي من بعض البسيط لكن عموما كان في اجماع. والله يا معتصم انا شايف انه جهاز التحكيم في السودان فيه تطور فيه كبير. تطور يعني نعم. في حكام الان ظاهرين بدايه من الفاضل بشنب شانتير الان السموال عندنا نياله وعندنا وليد طبعا الايغونه نعم. للتحكيم الان السوداني فبالتالي في تطور في جهاز التحكيم الناس ما بتتكلم عنه نعم نعم وده اساس الشغلانيه مع الاداره يعني بالضبط. طيب هشام نحن يعني من الحاجات ما دام نتكلم عن الاداره قبل ما نمشي لقدام الاداره مشكله حقيقيه يعني في كل المجالات اقتصاديه سياسيه في كل المجالات في الرياضه كمان مشكلتها اكبر يعني انا واحد من الناس اذا تكلمنا عن الزي يعني لاحظت في المنتخبات الوطنيه وحتى في الفريقي القمه المريخ والهلال يعني بتحس انه او بتشعر انه كانوا الناس دي تمشي السوق وبتشتري حاجات للفرق او للمنتخبات يعني مشكله كبيره جدا بتواجهنا احنا هنا في السودان والزي اكيد يا هشام شيء اساسي للفريق. صحيح طبعا بكل تاكيد يعني بيخلينا نرجع ل نحن هل يعني جادين في اتجاه انه نمارس كره القدم تحديدا اذا نتكلم عن الرياضه عموما بشكل جادي. الموضوع ده ما عنده علاقه بالامكانيات على الاطلاق نعم. عنده امكانيه يعني علاقه بانه هل نحن جادين تجاه انه نطور الكوره او لا. الفكره دي بانه يا اخي الانديه هلال مريخ الان المنتخب امس طبعا سؤالك ده انا اكيد انا فهمته انه امس الرجل الاعمال الخندقاوي تبرع بزي للمنتخب السوداني وكان في مؤتمر صحفي طبعا مبادره نشكر عليها نحن لكن بنتكلم نحن من حيث المبدا منتخب سوداني منتخب مقدم يعني بيقدم مستويات ممتازه عنده تاريخ ممتاز فكره انه يا اخي نخضع لشكل من اشكال المبادرات الفرديه والتبرعات دي شيء ما مقبول وغير احترافي بدرجه كبيره. المنتخبات كلها بيكون متعاقده مع شركات متعاقده مع بيوتات معينه في تتعلق بالتصنيع الازياء الرياضيه وتصمم تصميم بيكون عنده فكره يعني ما ايوه يعني ما 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 ساي يعني انت ما حيتلبسوها ساكت يعني دائما يعني مثلا هسه لو شفت التيشيرت حق المنتخب المصري بتلقى عنده علاقه بالحضاره الفرعونيه في اطار التصميم والستايل المنتخب الكاميروني عنده علاقه بانه ياخذ فكره الاسود الكاميرونيه الفكره الافريقيه وكذا القماي ذاته يعني السخانه البروده طبعا البروده انت بتلعب فيها جوده بالضبط بالضبط يعني عندها ما ساكت اضافه لكذا اذا جينا احنا الانديه والمنتخبات دي بتجعل انه يا اخي التيشيرت ده حق التيم انت بتكون لابس البراند حقه ذاته الاصلي او بيلعب به التيم خلال الموسم عشان كده بيجعل انه يا اخي الجماهير ترتبط بالفريق اكثر خاصه الاطفال يعني هسه مثلا انت لو مشيت اسبانيا وكده بتلقى الاستور ليه مشي اسبانيا زمان بعيده يعني مصر مثلا الاستور حق النادي الاهلي بتلقى الناس ايوه بيشتروا يقولوا انه يا اخي في الموسم ده النادي الاهلي مثلا لاعب بالتيشيرت ده تصميمه كده كده فيه شنو الفرق بين التيشيرت الفات والتيشيرت ده والشركات الراعيه وكده. الاطفال بيكونوا شنو عندهم ارتباط بالتيم خلاص يعني بيكون نوع من الذاكره حقتهم انه يا اخي احنا مشينا الاستور وبقى احنا اشترينا التيشيرت اللاعب والنادي وكده فبالتالي بيحصل نوع من ايوه يعني سجام بالحب للنادي وحب للنادي وبيقوم بيتطور ولا نعم. يعني هسه انت وقت تشوف المدرج كله بتلقاهم لابسين نفس نفس التيشيرت ذاته ونفس التصميم ده بيقولني انه يا اخي الهلال لاعب في بطوله كبيره جدا بطوله الابطال وللاسف في مباراه بلاتينيوم يعني شوف المجموعه حق الهلال فيها منها فيها النجم الساحلي والاهلي القاهره والاهلي القاهره والهلال وبلاتينيوم يكون التيشيرت حق الهلال ما فيه اي شركه راعيه نعم يعني حاجه دي بتوريك انه يا دي مؤسفه جدا والله يعني في شنو اكبر من انك تلعب في ابطال افريقيا ما تخيل لي فيه نعم يعني ما في دي قمه دي فرصه يعني فرصه كبيره وكذا فبالتالي نحن يا اخي لازم نجتهد شويه في الموضوع ده انا شايف موضوع اللبس الرياضي والازياء والموضوع ده برضه ما عنده علاقه لانه احنا كنا في فتره من الفترات في 2007 2008 2009 2010 الكره السودانيه كانت عايشه بحبوحه اقتصاديه صح موضوع اقتصادي اطلاقا نعم. ما عنده علاقه بانه احنا كان عندنا قروش هسه ما عندنا قروش اطلاقا الفكره دي اصلا موجوده وارث عندنا نحن
من قمنا بنقول ان رابطه جده تتبرع بزي رياضي الفلان الفلاني بيتبرع بزي رياضي وبقينا كده عايشين على يعني بالصدر. هشام ما في مسؤول حتى عن الحاجات دي لينا صحيح. يعني مشكله احنا حقيقه بنحيي الخندقاوي بادواره بيقوم بها ويمكن ده مش كلام يعني احنا هشام مش بننتقد الرجل لكن بننتقد الاداره اللي ما عندها شخص مسؤول يعني صراحه الواحد بيستغرب جدا جدا يا لينا وانا انا ممكن من السوق اجيب تيشيرت للمريخ العبيه واجيب تيشيرت الهلال ودي مشكله حقيقيه لا في الانديه لا في المنتخب يعني احنا وبتضيع بالمناسبه مكاسب اقتصاديه وافراد اقتصاديه على هذه الانديه نعم. يعني انا ممكن ابيع التيشيرت مثلا بسعر كويس وبعد ذلك بيبقى هو التيشيرت الوحيد ويمنح تماما بالقانون المفروض انه ما الا عن طريق ايوه نعم. انه ما في زول يشتري من حته ثانيه فبالتالي بتجي ريع كان في تجارب كان في تجارب لكن ما مشت زي ما ذكرت يكون في منه للمشجعين طبعا اصلا يعني هو فكره اصلا المشجعين دخلوا ايوه على ذكر الزي برضه يمكن شهد استاذ خرطوم واقعه طريفه مؤسفه في نفس الوقت بمناسبه الزي يعني بتعبر عن الاهمال اللي يعني عانوا او عانته مسابقه الدوري السوداني الممتاز قبل انطلاق مباراه اهلي الخرطوم وعتبره يمكن ادى عدم انعقاد الاجتماع الفني للمباراه لانه وصل كل من الفريقين للملعب هم بيرتدوا زي باللون الابيض للاسف نعم. مع بعض نعم. فبعد ذلك قام نادي الاهلي عطبره الضيف انه استعار زي باللون الاصفر من فريق الكويت ويتفاجئ انه الحكام يرتدوا نفس اللون فاضطر الحكام انهم يغيروا اللون للون الازرق حتى بعد ذلك ابتدى المباراه يعني تعليقك طبعا يعني حادث طريفه يعني كويس انها بتضايق يعني لكن ما بتحصل بالمناسبه لا ما في العالم ما بتحصل ليه؟ لانه يا اخي الكوره دي قدر ما يعني هي حاجه بسيطه جدا اذا في حاجه اسمها اداره المباريات الاداره دي عمليه عندها سلسله من الاجراءات نعم السلسله دي زي يا اخي بقول لك مثلا يا اخي في حاله حدوث حريق في مبنى معين انت المفروض تتخذ الاجراءات المعينه تكفل الكهرباء تعمل كده 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 اجراءات اجراءات تنظيم المباراه دي اجراءات معينه وبسيطه ومحدده وانت بتشتغلها من رقم واحد لحد رقم 10 انتهى نعم. الموضوع بتقوم بها لو انت عملت الاجراءات بشكلها الكامل ما هتحصل مشكله نحن سافرنا افريقيا محتصم برضو انت بتكون يعني الامكانيات اقل من السودان بكثير جدا نعم. لكن منضبطين جدا في تنفيذ الاجراءات تنظيم المباريات تنظيم المباراه نعم ايوه بيهتموا جدا بانه يعني برضو احنا ممكن نعرض شويه انه يا اخي نحن بنبذل جهد كبير جدا في الاستعداد في شكله في انه المدرج في كده في كده وننسى اهم حاجه فيه هو الهيئه الارضيه نعم يعني مثلا تمشي افريقيا بتلقى انه يا اخي الارضيه ممتازه والملعب بيشيل كله 10,000 و 12,000 بيشيلوا 10,000 وخلاص الموضوع انتهى والناس بتحضر الكوره بشكل هادي ومنسجم وموسيقى ونوع من الترفيه نعم. ايوه فبالتالي هنا احنا قاعد نقوم نفسنا كثير جدا وننسى الحياه الاساسيه في التنظيم نعم مشكله حقيقيه يعني مشكله زي دي ما كان ممكن تحصل لو في بلد بدائي يعني يعني مشكله كبيره ومشكله عظيمه والله تاريخنا كبير يعني. تاريخنا كبير وعندنا كفاءات نعم. كبيره يعني ما بدنا نقول انه مثلا انه السودان ما فيه كفاءات رياضيه فيه كفاءات رياضيه والان في الخليج ده كله الناس المسؤولين تحديدا من تنظيم هذه المباريات سوداني نعم سودانية. لكن ليه احنا هنا دائما في كل مره نتكلم عن اي مجال مجالات يقول لك السودانيين برا والسودانيين برا والسودانيين يعني في مشكله حقيقيه نكون جادين نعم بس. ما في جديه وبعدين لايك وديسلايك برضه مشكله وهشام ما بحبه وبحب فلان ويعني في شغل الحاجه دي ظهرت قريب يعني بقى في تنمر واضح جدا يعني تنمر دي ذاتي جديده اي ما عندنا كانت لكن بقى موجود على العموم يمكن المباراه نفسها شهدت اكبر انتصار أيوة في النسخه الحاليه أيوة يعني ايوه يعني تكلم عنه ايوه اكبر انتصار واعتقد انه برضه من اكبر الانتصارات اللي بيكون ما في طرف فيها ما طرف غمه نعم. يعني ممكن الغمه يكون لاعب مع فريق ثاني الهلال او المريخ ممكن يكون نتيجه لذي كده لكن يعني فريقين دون الغمه يتلاقوا يكون النتيجه سبعة اهداف دي سبعة يعني كثيره ايوه نتيجه كبيره جدا بتوضح انه الاهلي عطبره يواجه مشكله كبيره جدا ومحتاج انه الناس تجي يعني ادارته تجيب تشوف المشكله شنو لانه بالطريقه دي اهلي عطبره انا شايفه هيغادر الدوري الممتاز نعم. يا هشام عموما الدوري الممتاز انت شايفه كيف يعني هذا الموسم؟ افضل يعني انا شايفه انه صح لسه ما وصل درجة الاهتمام الاكبر لكن افضل من الموسم اللي فات نعم الموسم اللي فات ما كان في اهتمام خالص الدوري الممتاز البطوله كانت ما عندها اهتمام جماهيري او اعلامي او كده نحن شويه شويه طبعا الاحداث الحاصله كان في البلد وكده لكن الان انا شايف انه الدوري يعني شيئا فشيئا نحن شايفين انه الاهتمام به كبير ويعني ماشيين انا شايف انه شويه شويه ممكن الناس تعيد
افضل لي الموسم؟ والله يا اخي افضل، انا شايفه افضل افضل للاسف اقتصاديا مو افضل من ناحيه دخول جماهيريه، من ما في الدوري من غير راعي من غير كذا، دي برضه مشاكل بتجعل الدوري برضه بتاثر فيه طبعا، لكن من ناحيه اهتمام جماهيري انا شايف انه افضل قليلا من الموسم الفات. ايضا اخر الاخبار اللي معانا، الاتحاد العام بيل لنهايه مشوار الكرواتي مع المنتخب الوطني. ايوه ده كان امس في المؤتمر الصحفي اللي اعلن فيه الزيدة ذاته انه اعلن حسن برقو انه العقد انتهى، عقد المدرب الكرواتي زدرافكو انتهى امس، وما يعني في الغاء ما هيتم تجديد العقد. في فرق بين انهاء العقد وانه العقد ما هيجدد. وقال انه هيجيب رؤيتهم انه هيجيب مدرب اجنبي. مدرب اجنبي. طبعا احنا بنقول اوكي من ناحيه المبدا المدرب الاجنبي مهم، لكن إذا أنا عاوز أجيب مدرب أجنبي منو اللي عاوز أجيبه؟ يعني عاوز أجيب مدرب أجنبي أبو 7000 دولار ده مثلا هيعمل ليش شنو مثلا؟ نعم. يعني في المدربين اللي بنافسهم مدربين كبار أصحاب خبرات كبيرة، فبالتالي نحن نشوف إنه إذا كان عاوزين نجيب مدرب من نفس الفئة أفضل لنا إحنا زدرافكو يستمر. حكاية ميسي مشكلة؟ ما حكاية إنه نحن جبنا مدرب أجنبي بالضبط. أيوه يعني مثلا هسه في مدربين أجانب يعني امكانياتهم ممكن ضعيف. تكون ضعيفه يعني ما فبالتالي نحن صح محتاجين لمدرب اجنبي لتطوير العمليه كره القدم في السودان، لكن بقدرات كبيره. يعني مدرب منتخب بيقول لنا زمن انتهى زميل هشام، وكنا عايزين نتكلم في مواضيع كثيره عن السعوديه وعن وعن وعن، لكن نلتقي في حلقات قادمات باذن الله. ان شاء الله محتسم. شكرا المحتسم، شكرا لينا، واتمنى ان اكون أو كنت ضيف خفيف الظل على المشاهدين. نعم شكرا للزميل هشام عز الدين على هذه المساحه. في هذا الصباح سعيدنا بوجود هشام معنا، واكيد حيكون معنا في الحلقات القادمه، خاصه تكلمنا عن مواضيع مهمه ومؤثره ليست فنيه فقط ولكن اداريه، ولان الاداره بتلعب دور رئيس ودور مهم في كل العمليه اللي بتدور داخل اي بلد. نعم انتهى مشوار حلقات اليوم، على امل ان نلتقيكم اكيد في حلقات قادمات بكره باذن الله تعالى. فريق عمل جديد، شكرا اكيد لفريق عمل اليوم، وحتى جديد اللقاء في امان الله.